حيث منح له وسام من مصاف الاستحقاق الوطنية برتبة عهيد نظير دوره البارز في الحصول على النجمة الثانية. كما كرم اللاعبون والطاقم التقني بوسام من مصاف الاستحقاق الوطنية برتبة عشير. سيد فارس محمد سليم. سيد بن العمري جمل. سيد والناس آدم محمد. سيد محمد بن عزيز. سيد خالد الراعي. سيد حكيم مدان.